من أثر السجود يعني شيء بهوي أثري سجدة بردنوا سجدة بردن ديارة أجاب معنا قشتي كيف بقى أثري نيش ركوع السجود همي أجاب معنا تايبتي كيف يعني بس سجدة بردن كوات السجدة بردن آية بريتية لو إنه شواني مثلا رجبية تو إنسانة عندك دلين بليوها بوشكا خوي فرميتي إن الله يحب قطرتين ويحب أثرين ويقول دو قطري خوش قطري فرميسي كالشاب يتخوار لترسي خواه وقطري دلو بخينك درجة لبناء خواه ويحب أثرين دو أثاري شي زور خوش ريست خواهي قول أثاري شي أثر في سبيل الله لجهاد شوني شي برينار كرا ولا شي دمشاوي دسيقاشي بيو ديار أي دو أثر في فريضة من فرائض الله أثاري شي يشي لفرزكاني خواه بدلني أيوة أثاري نيوجد دمشاو نوشوان أسواري رجوة ديارة دمشا مثلا دمشا يبيت عقدته وليه وشقبته أسواري حدشية ديارك أتوني شعثا غبرا تبوتو زاوي وقشبجو كواتا همو أسواري هي مثلا كابلا ونركعي بردو بشر والله كي سيري كأجنوي ديارة توزي لشوينة كان يتر زياثر كالبوته وبوش كشتو زيزو لسر بردو لسر أجنوكي لسر نوشواني والله ام ذكري او كهندي كشتي شي تايبت بين بخير نشان بو رجبته ناكري اما تزوير اخوا بنام ام تدريس لما طالب العاليه للسياح هزار ود وسط السيبيكا باسناد شي صحيحه فرمي لا سائب كوري زيد وانك صحابي انما نزاني لو لا زبير كوري سهل كوري عبد الرحمن كوري عوف هات نشواني رشيبي وديار في وجهه اثر السجود اثر السجود بدنا نشواني سائب بين أخوشبه صحابيا أم تابعي فرمي والله ما هذا بسيما التي سماه الله عز وجل والله أبنى وشوان رشيا برواناكم أو نشاني بك أخوائي قرد دياريك أفرمي من أثر السجود تما شيء من كنكاك لقد سجدت على وجهي منذ 80 سنة أشتاد أنا صلى من سجد أبنى لسلنا وشوان فما أثر السجود بين عيني لأن وشوان ما يجي أثر سجودي بيو ديارني ام قصه راست بو چه راست بو انی که رنجیان سپیه بو رنگ اسمر نخیر رازنی که انسان خوی سپیه بو قد نوسوانی پیوی دیانو ملام لحد سکیت را که فرمی حدیثو عن بني اسرائیل ولا حرج فإنه كانت فيه ملع عجیب بسلا تکانی بني اسرائیل بجر نوش کشتی سمرو سیدی زور تیابو زاری چان کومل دستن لگه گورستانک الان بود از نیاز نشون دور که عصونت کن و دعوا کن لخواهی گوره یه شکل مرد وانم هم با زندوکات و تا حوالی مردن من باتی چون و چینی کارکه به انجام دگیرن دو اثر خواهی گوره یه چه لو گورانه شقه که که شقه به چی دروزه به فطلع رجل خلاسی بین عینه اثر سجود که ایوه چی رنگ اسمه سری برس کده و لگوره که و نوچوانی نیشانه سجودی پیو دیار بود كواتا اسمر رنگا كان لواشه زوتر رجبت سپی پیستا كان بخوی نازن بلان بتایی بشید دمشاو داخل یا سوچی تیاک وکیتو نشوری بلی باما سیما کبه که خواب سکوتویتی ویان چه سبحانه وتعالى تبلغ حلية اهل الجنة مبلغ الوضو كواتا رونا چکه هتا او شنانی کاوی دزمجی برکوتوا و حتا خشلو زیرو زیوی آلتونیش با پیاوان و آفرتان هتا او شنانی که عید از نجیب برکت. یعنی تا اوشونی که تو این بازن داده سکاتش که با پیوانش بازن همو او خشلو زیر روزیوانه کلم رو لیمان حرام ال دنیایه بس با آفرت جایزه لیو با پیوی جایزه انشالله. سیما هم فی وجوهی من اثر السجود باشه.